كشفت صحيفتها آرتس الإسرائيلية عن رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي عقدت هذا الأسبوع، من دون أن يفصح ما إذا كان سيعمل على سن قانون جديد لتشكيل هيئة قضائية جديدة أو أنه سيكتفي بالمحاكم القائمة حاليا. وذكرت الصحيفة أن هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري وسحب هويات منفذي العمليات وهدم منازلهم.